الفيلم الوثائقي اختار كان الوسيلة الوحيدة التي تمكن من خلالها أصحاب المنازل المهددة بالهدم أو المصادرة في إيصال صوتهم والحديث عن معاناتهم. الفيلم الذي عرض في مسرح القصبة تناول قضية هدم المنازل في المناطق المصنفة جيم وفقاً لاتفاق أوسلو، وهو من إعداد مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان. الذين قدمناهم في هذا الفيلم أو على المنصة هم مجرد نماذج تمثل حالة أوسع من التحدي، هم بالألاف بل أستطيع القول أنهم بعشرات الآلاف في الأرض الفلسطينية. وقد تناول الفيلم ثلاث قصص من ثلاث مناطق، من قرية كفر الديك حيث قصة الشاب راضي فرحات الذي يعاني من إعاقة جسدية وتلقت أسرته أمرا بهدم منزلها، ومن قرية الساوية حيث أن حوالي 50 منزلا فيها مهدد بالهدم بما فيها مدرسة أساسية، ثم قرية العقبة التي يهدد الهدم أكثر من 95% من منازلها. يتم في المقابل هذا الاهتمام الرسمي والشعب الفلسطيني لدعم هؤلاء العائلات ولتمكينهم من البقاء والصمود على أرضهم. الفيلم ترك أصداء لدى الحضور، حيث فتح نقاشا حول قضية الحق في السكن وبخاصة في القدس المحتلة، حيث انتقد البعض ضعف دعم صمود المواطن المقدسي في وجه محاولات تهجيره. لا يوجد هناك دعم حقيقي لا فلسطيني ولا عربي ولا إسلامي لموضوع السكن. يذكر أن الفيلم من إنتاج شركة كلاكيت للإعلام والاتصال ومن إخراج عمر نزال. أيسر البرغوثي، تلفزيون القدس.